حنا سبعه بينا بقينا سيمانه مع واحد الخليجي مده ديال سيمانه ب1000 درهم للنهار في مراكش، وبزاز علينا الشرب في هذاك النهار وشربناه صحه في عيد المولد النبوي. علاش ما مشيتش انا بحال هكا مع السواعده والراقص وداك التخربيق؟ خاصك نوضي تنوضي تلاحي عليه تحيدي ليه داك الشماغ وداك اللي كيكون في شعره وتلعبي معاه، خاصك كتولي فيك واحد الجرأة، كتولي عندك جرأة بالهلا يطري لك. نقدر ندير افلام ماشي هما هذوك، نقدر ندير شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت امي ما كاينش اللي تسوق ليها وما كاينش اللي عطاها باش تاخذ الدواء ديال السرطان ويشاد المغرب بلا ما تعريتيش ولا ما خرجتيش الفساد، ما كاينش اللي كيتبعك. خويا كيفاش بديت في الليل؟ بعد اول حاجه كنت كندخل للدار، كتبان لي ماما مريضه قابطه جهه قابطه الفراش، فهمتي؟ ما كنبقى ندور في راسي بزاف د الحوايج، نقول علاش دابا انا ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه، علاش ما مشيتش انا بحال هكا مع السواعده والراقص وداك التخربيق. صافي بقيت كنبحث حتى تعرفت واحد البنات اللي وراوني هادشي هذا. صافي من بعد بقيت كنخرج كنمشي بحال هكا اكراميه ب1000 درهم للنهار. واحد النهار بقينا حنا سبعه البنات، حنا سبعه بينا بقينا سيمانه مع واحد الخليجي مده ديال سيمانه ب1000 درهم للنهار في مراكش. صافي انا ملي شفت الفلوس اخويا داخلين ساهلين عجبني داك الحياه وعجبني داك الهيت كما كنقولوا. صافي كتمشي عند كما كنقول القواده، فهمتي؟ كتطلع عندها كتدي معاك حوايج ديالك في الصاك كتلبس، كتكون خصوصا ملي كتكون العزله كيجلسوا بحال هكا البنات كاملين، الا كانت العزله وما عجبتيش هذاك الخليجي راه كتريفولاي كيعطيك الفلوس باش جيتي مثلا شديتي ترونسبور لمراكش ولا شي حاجه كيعطيك الفلوس وكترجعي في حالاتك. عجبتيهم راه كتبقاي كيختاروك حتى كتدخلي بحال هكا القاعه اللي غيكون فيها الراقص والخمر وداك التخربيق. لدرجه ان واحد النهار قسما بالله العظيم واحد النهار كان عيد المولد وما بغيتش ما بغيتش نشرب ودي عابر بالبنات، حنا ربعات البنات ما بغيناش نشربوا، لدرجه ان واحد الخليجي كيهز لك الكاس وتيقول لك انا كل ما بغيتش اللي يشرب كراني بقيت حدا مرتي في السعوديه ما غنجيش باش نقصر مع البنات، وبزاز علينا الشرب في هذاك النهار وشربناه صحه في عيد المولد النبوي. ولكن اخويا الظروف اللي خلاتني ندير بحال هكا، كتشوف بزاف الحوايج ما خويا اجواء الداخل شنو نقول لك اخويا، ملي كيتسد عليكم الباب كتبقى غير انت وياهم. شان نقول لك اخويا راك عارف اصلا كاع البلاصه اللي تيكون فيها الشراب كيكونوا فيها الشياطين، كيكون حاضرين فيها الشياطين، كتشوف الشراب الراقص الشيشه فهمتي بزاف الحوايج. خاصك كتولي اصلا الشراب واخا كتكوني انت ما باغاش ديري شي حاجه كتولي دايره بزز منك، فهمتي؟ يعني حياه ما والو، هادشي اللي نقول لك اخويا، ديك الحياه بحياه ما والو خويا. تقريبا كتمشي مثلا نقول لك تسعود كتبدا السهره الربعة الصباح كتسالي شنو اللي غطلع معاه، راه غطلع اللي البنات اللي غيبقاو راه كيبقاو. صافي كتنعسي الصباح كتفطروا كمجموعين كتفيقوا كاملين انت ودوك الخليجيين كتفطروا، كيعطيك القواد ولا القواد الفلوس ديالك وكتمشي في حالك. الا كنتي غتبقاي مع شي واحد رسمي راه كيشدك رسمي كتبقاي معاه، هادشي اللي كاين. كتنوضي كما قلنا حنا خاصك تخلقي جو باش يبقاو فين ما يجيو هادوك الناس يعيطوا عليك، وحتى القواده ملي كتشوف انه هما انت عاجباهم كتبقى فين ما كيجيو كتعيط عليك انت وكتقول لك لا كتعرفي حتى شي بنت اخرى جيبيها معاك. خاصك تخلقي جو، يعني ماشي تبقاي غير جالسه وكتشوفي، خاصك تنوضي تلاحي عليه تحيدي ليه داك الشماغ وداك اللي كيكون في شعره وتلعبي معاه، خاصك كتولي فيك واحد الجرأه، كتولي عندك جرأه بالهلا يطري لك، تولي عندك جرأة. واخويا اش نقول لك، راه غير الشراب اللي كيجيبو راه داير 1500 درهم 2000 درهم، هادي غير القرعه اللي حاطين وكيجيبو لك جوج قرايع، يعني غير جوج قرايع الشراب راه 4000 درهم بجوج، عاد الخلاص ديال البنات وعاد الماكله ديالهم والخلاص باش كيكرو ديك الدار ومش كيعطيو القواده وزيد بزاف. يعني تقدر تكون اكثر من 10000 درهم في هذيك الليله. لا اقسم بالله العلي العظيم، لا سطح اكراميات ما مره ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه، ولكن الطعار لا. والبنات اللي عارفين هادشي وكيخرجوا لهاد الدومين راه غيعرفوني علاش كنهضر. مع المغاربه ولا مع
مع السواعده. خويا شنقول لك، تا ما كتكون الحياه ديالهم شنقول لك اخويا، غير هو كاين اللي دار تسكين مثلا اللي كيجي مثلا حولي كيشري ليها الطوموبيل، كياخذ ليها الدار، كياخذ ليها، وكاين نوع ثاني اللي ما كدير حتى شي حاجه، كتبقى كيما كنقولوا حنا اللي جابوا نهار كيديه الليل وصافي. باش درتي شي حاجه بغات تشطيح؟ لا ما درت والو خويا، ما درت والو، الحرام ما كيطلعش، ما بني على باطل فهو باطل، ما درت حتى شي حاجه. وهادشي خويا ما خرجتش ليه بخاطر، خرجت ليه وانا مضطره، وكيما كنقول هادي ما عندي الوليده ديالي ماما مريضه بالسرطان، ما كاينش لي غير يشري ليها الدواء. من انا مشيت خدمت اخويا كندير نخدم، انا مازال ملي كيكونوا مثلا الخليجيه راه كنخرج معاهم غير في الليل والصباح كتلقاني هنا، اما الا مشيت خدمت راه غنضل النهار كامل. باش عرفت انا امي غتسخف تخلي لي بنتي تربيه مليوحه ملي غنمشي انا نخدم، شكون يقابل لي البنت؟ مازال لو كنخدم شي صالير اللي هو طالع راه غنشوف مربيه تقبط لي بنتي، ولكن كي غندير؟ ما عنديش اخويا كي غندير؟ واخا كتخدمي؟ لا خصوصا دابا مع كوفيد وهادشي، بلا ما كاينش الخليجيين ما كاين حتى شي حاجه، دابا غير جالسه في الدار، دابا غير جالسه في الدار، ما كاينش، جالسه في الدار وكنشوف امي كتقطع حدايا خاصها الدواء، وكنشوف بنتي خاصها الحليب، خاصها ليكوش، خصنا قسما بالله العظيم 5 شهور ديال الكرا اللي كتسنى، 5 شهور ديال الكرا وكارين ب 34. بغيت يلا انا شنو الحل دابا؟ هانا مشيت خدمت، شنو غنخدم؟ بشحال غنخدم؟ لما غنخلي بنتي؟ فين فلوس الحليب؟ فين فلوس ليكوش؟ فين فلوس الكرا؟ فين فلوس الضو الماء الوليده ديالك؟ فين فلوس؟ وكنشوف الناس كيبقاو يعيبوا على بزاف د الحوايج، بحال ديك الام اللي خرجت هي وبنتها قالت لك كيقولوا ليها انت كتشجعي بنتك باش دير الدعاره، هذيك الام هرسه خويا من دارها، كي غدير تخدم؟ كي غدير تخدم هذيك الام؟ كما قالت راه ملي كان كيخصهم الكرا ما كانش اللي كيجي يدق عليهم. يلا دابا المراه مهرسه من ظهرها وكتقول لهم انا ملي كانت خاصني الكرا ما كاينش اللي كيعقل عليا. راه بزاف اخويا، راه بزاف، راه هذا المغرب هذا، ما نكذبش عليك اخويا، شاد المغرب لا ما تعريتيش ولا ما خرجتيش الفساد ما كاينش اللي كيتبعك. جاو عندي القناه المره الاولى، قناه المره الثانيه، قناه المره الثالثه، كنقول لهم عافاكم باغا خدمه عاونوني الوالده ديالي مريضه، ما تسوق ليا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما داها فيا، كنقول لهم امي مريضه بالسرطان وما عندناش اخويا باش نخلصوا الكرا، ما تسوق ليا حتى شي واحد، نكذب؟ يعني مستعدة انك تكملي دابا في الرقص؟ مستعدة نكمل في الرقص، غير يرجع؟ غير يرجع، نكمل في الرقص وندير شي حاجة اللي ما طيحش البنادم على باله كاع، نقدر ندير كل ما كانش قسما بالله، كل ما كانش هنا القانون كيعاقب هنا في المغرب، نقدر ندير افلام ماشي هما هذوك، نقدر ندير شي حاجه ماشي هي هذيك، حيتاش امي ما كاينش اللي تسوق ليها، وما كاينش اللي عطاها باش تاخذ الدواء ديال السرطان، وما كاينش اللي قال لها هاكي. وانا كنقولها وكنعاود نقولها، قسما بالله كل لقيت خدمه في هذه البلاد اللي غتقدر تهز لي الكرا وتاخذ الدواء ديال السرطان لامي وتعيشني، ما غنديرش هذا الشيء هذا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.